ونتفرج على الثلاث ملخصات للثلاث ماتشات النهارده. عايز احيي الجماهير، جماهير الاهلي، جماهير الاسماعيلي، جماهير الزمالك، خصوصا كمان جماهير الزمالك. مش تحيز للزمالك ولا حاجه، لكن وانا بتفرج على ماتش الزمالك وسموحه، ايه الجمال ده؟ ايه جمال جمهور الزمالك ده؟ ايه الشياكه دي في التشجيع؟ ايه الشياكه في اللبس؟ الجمهور كله لابس ابيض، جمهور الزمالك ولع مدرجات نادي المقاولين العرب، استاد المقاولين العرب. يعني عايز اقول لكم حاجه، النهارده سموحه، انا هتكلم على ماتش الزمالك وسموحه بعد شويه. سموحه كان كويس جدا على فكره، سموحه كمان فاجئني النهارده، كان طارق العاشي عمل جيم كويس قوي امام الزمالك. انا بقول لكم الزمالك كسب النهارده لحاجتين، حاجتين. اول حاجه اداره فيريرا للمباراه وتغييراته، نزل شيكابالا ونزل سامسون والاثنين جابوا الاهداف. وجمهور الزمالك، جمهور الزمالك شعلل مدرجات استاد المقاولين العرب، خلى اللعيبه يعني لازم تكسب. انا كنت قاعد بصراحه سعيد، مش الزمالك بس، الزمالك والاهلي والاسماعيلي، جماهير الثلاث فرق، والثلاث فرق هم اكبر ثلاث فرق في مصر.